السؤال اللي بعده من بلاي جيمز يقول: بندر، كيف تجيك الطاقة انك تسوي مونتاج وتنزل يوميا بطارية لا نهائية؟ هاي قول ما شاء السلام عليكم. في هذا الفيديو راح اجاوب على اسئلتكم اللي قلت لكم تسألوني، وانا 70,000 مشترك، فمعليش على التأخير. جاني اكثر من 2500 كومنت رتبتها، وتقريبا راح اجاوب على 30 سؤال. حاسس ان الفيديو راح يكون طويل، لكن ان شاء الله انكم تستمتعوا. بس شباب، قبل ما نبدا حاب اني اطلب طلب صعب بصراحة. يعني لو هذا الفيديو يوصل 10,000 لايك، احتمال انجلط وترجع ميرسي تصحيني وارجع اشوف اللايكات وانجلها. بس لو ما قدرت عادي، لان احس اصلا الرقم كبير مره. طيب خلونا نبدا باول سؤال من اي مستر فلا، يقول: ليه ما تفتح حساب في سناب شات عشان نشوف يومياتك في الجامعه وغيره؟ طلب نوي مقطع السيت اب وبس. طيب بالنسبه للسناب شات، انا صراحه ما انا فاضي مره، عندي القناتين، عندي الجامعه، عندي اشياء كثيره مره، فغصب حتى ارد على تويتر. لكن لو تبون سناب شات، هاي خذ واحد سناب شات ضيفوني فيه، وما ادري ايش انزل لكم. واغلب وقتي اصلا في البيت اسوي المقاطع وكذا، لكن راح انزل لكم من فتره لفتره، ضيفوني فيه. السؤال اللي بعده من عبد العزيز: ليه سميت قناتك بندريتا؟ راح احكي لكم القصه باختصار. اول ما شريت الاكس بوكس 360 كان ما ادري اصلا ان في اونلاين وكذا، كان بس اختم العاب. بعدين واحد من اصحابي قال لي: ترى في اونلاين، لازم تروح محل كذا كذا تفعل، يعني اوكي يسوي لك الحساب وكل شيء. فرحت عنده وقلت له سوى لي حساب وكذا. قال لي: ايش اسميك؟ قلت له: والله ما ادري، اعطاني اسمه من عندك. قال لي: طيب خلاص عندي لك اسم رهيب. قلت له اوكي. بعدين يوم ما رجعت اخذ الجهاز، قال لي: سميتك بندريتا. قلت له: ايش يعني بندريتا؟ قال لي: بندر، لكن انت هذه في الاضافه زي الكلام المكسيكان والاسبانيين مدري ايش، الا نهايته دائما انت، اي اسبونيتا مدري ايش، فهذا بندريتا، فاهمين؟ عشان ما حد يخبص في اسمه مره ثانيه. والاكس لانه سميت بندريتا، قال لي: ما ينفع تسمي هذا الاسم، حطيت اكس ووافق خلاص. طيب السلاح اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده من مستر اوفر واتش، يقول: ليش ما تصور مع اخوياك كثير؟ هذا السؤال يتكرر كثير، ليش ما تصور مع اخوياك؟ وبرضه ليش ما تصور مع المتابعين؟ زي ما قلت لكم والله مشغول لدرجه ما تتوقعون. حتى اصحابي لي فتره مره ما العب معاهم، لان التصوير يكون لما اصور لحالي ممكن في اي وقت اصور، يعني ممكن اصور 3 في الليل، 7 الصباح، اصور لحالي كذا في اي وقت عادي. لكن لما يكون مع اصحابي او المتابعين لازم التزم بوقت محدد، وفي هذا الوقت افضي نفسي، فانا دائما سحبه، دائما انام ولا اي حاجه، فعشان كذا يكون اوقات التصوير عندي مره غريبه. السؤال اللي بعده من عبد الله، يقول: كيف بيكون محتوى قناتك في رمضان؟ ان شاء الله زي رمضان اللي قبل راح يكون كل يوم مقطع. السؤال اللي بعده، هذا سؤال اصلا ولا من اي اكس بوم، يقول: غير صوره قناتك مرسوم قمر على وجهك. دقيقه شباب بس. اوكي شباب، اضفنا صورة جديدة، وكلمة زيادة اضيفها المجموعة الشمسية هنا. السؤال اللي بعده من روان: ايش الالعاب اللي حابب تلعبها في المستقبل بعد ما قناتك تتطور وتكبر؟ افكر في نوع جديد من الالعاب ابغى اجرب في اسويه في القناة، اللي هو العاب البطاقة. يوم ما اتجمع مع اصحابي دائما نلعبها هذه الالعاب، وممتعة لدرجة ما تتصورها. فان شاء الله ان شاء الله في الاجازة نفضى كلنا وكذا، واصورها لكم. في العاب رهيبه مره راح اجربها، وان شاء الله انكم تستمتعون فيها كفكره جديده في القناه وكتغيير محتوى. السؤال اللي بعده من طلال: وش افضل المسلسلات اللي تابعتها، وليش انت اسطوره اليوتيوب؟ السؤال الثاني يعني صراحه ما يحتاج جواب، لكن السؤال الاول المسلسل اللي هو ذا فلاش من المسلسلات اللي رهيبه عندي، يعني سريع مره كذا، سريع مره. ما ذا فلاش مو جاي في بالي مسلسلات مره يعني افضل حاجه عندي، لكن شارلوك حلو. في مسلسلات كثير، لكن اللي اذكره حاليا فلاش هو افضل حاجه عندي وشارلوك. السؤال اللي بعده يقول لك: واحد، كم وزنك؟ اثنين، كم طولك؟ ثلاثه، كم عرضك؟ احبك يا بندوري. طيب اخر سطر خلوكم منه، لكن ثلاث اسئله يعني حسيت اني شحنه من امازون ويبغى يشحنني عن طريق ارامكس ولا حاجه. السؤال اللي بعده من برو يقول: كم طولك؟ لاني احسك قصير. طولي 185. والله اخر مره كان 185، قسته زمان، لكن ما ادري حاليا كم، اتوقع اطول. السؤال اللي بعده: كم وزنك؟
والسؤال اللي بعده كم وزنك؟ والسؤال اللي بعده كم وزنك؟ والسؤال اللي بعده كم وزنك؟ طيب شباب، خلاص راح اجاوب عليكم. طيب شباب، اللي يعرف ان الذي يدب غالبا يستحي انه يقول وزنه، وانا بصراحة مستحي، لكن سويت لكم معادلة بسيطة مرة، اذا كان حليتها راح تقدر تعرف وزني، اذا ما حليتها خلاص ما راح تعرف وزني. خلونا نبدأ في المسألة. طبعا وزني هو نفس الطولي 185، لكن ناقص 30 ضرب جذر 64 تقسيم 3 تربيع، زائد 32.2 ناقص 8 ضرب محيط لدائرة نصف قطرها 4 ضرب X، والX زائد 1 يساوي 0، زائد جذر 3 تربيع ضرب مساحة مستطيل طوله 5 سنتيمتر وعرضه 7 سنتيمتر ضرب X تربيع ناقص 3 X ناقص 10 يساوي 0، بشرط ان X لا يساوي سالب، ضرب جذر 81. هذه كلها تقسيم سيلينج 15.1 زائد 1 زائد فلور 4.8 زائد سيلينج 5.7 الكل فلور. طبعا اذا قدرت تحل هذه المسألة راح تعرف كم وزني، وهذه المرة خليتها لكم بسيطة. السؤال بعده يقول كيف توافق بين دراستك واللعب؟ انا ما انا قادر ولا انت فاشل دراسيا؟ ها والله الصراحة الى الان ما ادري كيف جالس انزل وفي نفس الوقت ادرس، لكن انا من النوع اللي تقدر تقول شاطر مرة لكن في نفس الوقت مهمل ما يذاكر وكذا، حتى غياب المشكلة انه الان 21% 20% في كل المواد، يعني لو وصلت 25% راح انحرم، مع انه اليوم غايب دحين جالس اصور لكم وبعد ساعتين عندي اختبار نهائي عملي، فالله يستر. السؤال اللي بعده من اوفرلاين، عمرك بكيت على لقطة محزنة بانمي ولا فيلم؟ واذا ايه وش اسمه؟ طبعا انا لي فترة ما اتابع انمي، لكن اذكر مسلسل، اخر مسلسل نزل اللي هو 13 ريزون واي، كان على اي حاجة ابكي على طول، وخاصة الحلقة الاخيرة كان وانمي يعني على اي شيء، لو يجي واحد كذا معاه معزوف يعزف كذا اوكي. السؤال اللي بعده كم لك سنة على اليوتيوب وانت من وين؟ احبك، شكرا لك. وانا من جيزان اللي ما يدري، ولي 4 سنوات تقريبا. السؤال اللي بعده في اي سنة انت في المدرسة؟ في ثاني سنة الجامعة. السؤال اللي بعده من بلاي جيمز يقول بندر كيف تجيك الطاقة انك تسوي مونتاج وتنزل يوميا بطارية لا نهائية؟ هاي قول ما شاء الله. السؤال اللي بعده من فهد يقول ليش عندك غماز واحدة بس؟ يعني بصراحة والله ما أدري إيش أقول لكم، لكن كان عندي غمازتين وأنا قمر برضو في نفس الوقت، فقالوا لي بندر يا أخي ليش كذا؟ فقلت خلاص يعني، واحد كان زعلان فقلت له خذ هذه لعيونك يا رجال. السؤال اللي بعده من بندر أنا والله يقول إيش أكلتك المفضلة؟ والله مشكلتي من جدة ما أكل كل حاجة، لكن أحب الوجبة اللي من ماك، احب سبايسي، بس الافضل انا ما اكل رز كثير، لكن الا في حاله واحده بس، اذا امي سوت مرسى ومغش. شباب جعت، شوفوا الكرشه تتكلم، انني اريد المغش. السؤال اللي بعده من ذا بلاك هيرو، وش افضل شخصيه لك في اوفر واتش؟ صراحه والله ما ادري، لكن اللي العب فيهم دائما هم زاريا وانا، ف واحد منهم هذول الافضل. السؤال اللي بعده بندرت، هل راح تستمر تسوي فيديوهات يوميه لانه في المستقبل ممكن ياثر على جوده المقطع؟ طبعا اللي ما يدري، من اول ما بدات اليوتيوب وانا انزل من فتره لفتره واسحب وكذا، لكن بعدها كان عندي الدعم رهيب لكني انا ما انزل، فحتى خف الدعم مره، بعدين قررت قرار انه راح انزل كل يوم، صح راح ياثر على دراستي لكن راح استمر انزل كل يوم، استمرت شهور انزل وكان الدعم نفسه نازل، لكن يوم من الايام ما ادري ايش اللي صار، اتوقع انه بلاك اوبس، مقطع من بلاك اوبس انشهر مره فبدت ارتفع اكثر بسرعه يعني، فهذا واحده من الاشياء اللي قررتها من زمان اني راح استمر انزل كل يوم، وانا عارف انه راح ياثر على جوده المقطع، لكن حتى لو ترجع لمقاطع القديمه كان اتعب كثير مره وادرس ايام اصلا افكر في المقطع راح كيف راح يطلع وكذا، لكن هذه زي ما قلت لك هذا قرار والحمد لله مشت الامور. السؤال اللي بعده، عندك حبيبه ولو عندك وش اسمك؟ الا هذا الكلام، والله لو ابويا لو يسمعني لي يجلدني. ابويا لا يا رجل، صل على النبي. Heroes never die. Heroes never die. Heroes never die. He's dead. السؤال اللي بعده من بينك دراجون، ايش افضل الالعاب اللي لعبتها على الويو ويستاهل اشتري بدال سويتش؟ زايد انت لطيف جدا واستمتع بفيديوهاتك. اول حاجه شكرا على العباره الاخيره.
افضل الالعاب اللي لعبتها على الويو صراحه العاب كثيره جدا واغلبها رهيبه، صراحه العاب اغلب الالعاب رهيبه، يعني عندك ماريو ميكر، عندك ماريو 3 دي وورلد، عندك ماريو بارتي، ماريو كارت، العاب كثير مره يعني رهيبه. وهل يستاهل اشتري بدل السويتش؟ والله ما ادري، هذا قرارك انت، لكن الويو المفروض انه خلاص ما عاد في العاب راح تنزل عليه، لكن العابه اللي نزلت من اول كلها رهيبه مره. ولو صبرت على السويتش ممكن تنزل العاب افضل بكثير، لكن يبغى له فتره. فزي ما قلت لك هذا القرار راجع لك انت. السؤال اللي بعده من مستر جيم، هل عانيت في اليوتيوب من السب او التحطيم او اي شيء؟ صراحه عانيت كثير مره كثير، لدرجه اني كان خلاص يعني ما في بندر، يعني انت تخيل معي كيف اليوتيوب بدون بندر تكس، يعني حتى انا ما متخيل يعني ما لا بس جد جد اذكر بدايتي كان صعب جدا. السؤال اللي بعده من نايف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، كيفك بندر؟ الحمد لله. سؤالي، لو وصلت اكثر من 200 الف هل بتغير نظام القناه؟ يعني مو تدخل مجال الفلوجات والتحديات وكذا؟ اتمنى تقول اسمي نايف سيف. صراحه ما افكر ابدا اني اسوي فلوجات وكذا، لكن تحديات ممكن، يعني زي التحدي بسيط يكون مثلا له دخله في لعبه ونسوي تحدي وكذا. بالنسبه للفلوجات زي ما قلت ما اتوقع، لكن ممكن يعني ممكن من فتره لفتره، يعني ممكن لو سافرت ولا حاجة أصور لكم فلوج. يعني أنا مرة سافرت جدة وصورت لكم فلوج مرة خرا، بلا تشوفون الفيديو. السؤال اللي بعده، متى تسوي فيديو سيت أب وقول لنا كم كلفك تجميعة البي سي؟ أوه نسيت ما أجاوب على أول واحد، قال متى نبغى فيديو سيت أب، ما أدري جاوبت أو لا. المهم نبغى فيديو سيت أب، صراحة ما فيه ولا حاجة، يعني شاشة ولابتوب وكيبورد ب 20 ريال والأجهزة، يعني ما في أشياء كثير، لكن ممكن بعد فترة أصور لكم، مع أنه ما في أشياء والله، لكن خلوها بعد فترة. وقول لنا كم كلفت تجميع البي سي؟ صراحة أنا جبت العيد، يعني عشان أكون صريح معاكم كان أبغى كمبيوتر مكتبي ويكون قوي مرة عشان أقدر أصور فيه ألعاب وكذا، لكن ما حصلت إلا اللي هو لابتوب، وهذا اللابتوب كان في مكتبة جرير وكان عليه تقسيط أقدر أقسط. فشريت أغلى لابتوب كان موجود وكان أفضل لابتوب قبل سنتين، ف كان ب 12000 وخلصت تقسيط قريب يعني، والسعر مبالغ فيه لكن اضطريت صراحه لانه ما في ولا محل ثاني تسوي تقسيط، فكان وقتها ما في الا مكتبه جرير واضطريت اخذ هذا الجهاز. فانا ما عندي خبره مره في القطع، فاذا تبغى تعرف عن القطع وكذا المفروض ان الدحمس يفيدك مره، لكن لا تقول له ان عندك كونسول. السؤال اللي بعده من حمد، يقول بندر كم عمرك وهل سويت حادث؟ ولو سويت حادث وش قصته؟ اولا انا عمري 19 سنه وحوادث كثير صارت لي، فاذكر في حادث قريب مره هو اللي راح احكي لكم على السريع ايش اللي صار. طبعا انا مسكين في حالي، عندي سياره اكسنت ووقتها كان جايب اختي من المدرسه ومروحين البيت طبعا، وفي اشاره ظهر يعني درجه الحراره توقع 535 كذا، الشمس تلت ما في عندها، تحمست شوي. المهم خلونا نرجع للقصه. طبعا زي ما قلت لكم انا عندي اشاره خضرت الاشاره وانا امشي بخفيف لانه قدامي ناس، انا طبعا في النص، فلا في النص يقدر يروح يعني لقدام، فانا ابغى اروح لقدام يعني، وفي واحد عنده هايلوكس، يعني اتوقع ان اللي خبره كذا في السيارات راح يتخيل هايلوكس واكسنت، خلاص انتهى الموضوع ما خلاص. المهم واحد في اقصى اليمين عنده هايلوكس يبغى اقصى اليسار، يعني انجلط من هذه النوعيه. المهم فكان يمشي وما تبقى لي اشاره ولا حاجه، يعني لان شفت انا كذا ما شفته دق اشاره ولا حاجه. المهم اني انا ماشي، فهو ايش يا ليت خلني انطلق كذا من قدامه وانا امشي كذا، يعني اجي كذا فاهمين، يعني مسوي خبرة. المهم وانا امشي يعني جا كذا مسوي الخبرة ودقالي الصدام، يعني دقالي الصدام اللي هنا، يعني انتم ما تخيلوا الموقف، يعني الصدام على طول ملطومة كأنه جت كاكا، انجلط منه لكن مشيت وسبته. الظهر اقول لكم الشمس لطخ. السؤال اللي بعده، ايش بتكون ردة فعلك لو يجيك درع اليوتيوب او وصلت 100000 مشترك؟ صراحة لو وصلت 100000 مشترك ما ادري ايش راح تكون ردة فعل، لكن تخيلوا معايا صراحة من 4 سنوات في اليوتيوب أول ما فتحت القناة مو هذه اللي قبلها، وأنا كان هدفي إني أوصل 100000 مشترك، لأن 100000 كان ما في إلا واحد موصلها أو اثنين كذا، فكان حلمي وإلى الآن حلمي 100000، يعني صراحة ما أدري إيش اللي راح يصير، لكن منتظر هذا الشيء منذ سنوات، يعني لو يصير ما أدري إيش صراحة، لكن راح أكون جدا متحمس. السؤال بعد من فيصل، ليش أنت مزه؟
لا من جد خلونا ناخذ اسئله زين. السؤال اللي بعده من عزوز يقول: هل كنت متوقع انك تنجح النجاح وليش ما يجيك دعم؟ يا هو ليش ما يجيني دعم؟ صراحه عندي افضل والله بصراحه من جد من جد يعني عندي دعم خرافي لدرجه اني ممكن انجلط يعني. Heroes never die. قناتك اسطوريه وافضل يوتيوبر عندي، شكرا لك. هل كنت متوقع انك تنجح هذا النجاح؟ بصراحه يعني عشان اكون صريح معاكم، اول ما دخلت اليوتيوب دخلت بثقه، يعني راح متاكد مليون في المية اني راح افجر، راح افجر اليوتيوب كذا. دخلت 5 ديسلايك، الزبده انه كان متوقع اني راح افجر، لكن اكتشفت بعدين اني محتواي مره خياس. السؤال اللي بعده: ليش المشتركين ما يحطون لايك ونشر؟ يعني مسويها يعني كذا على النهايه، لكن للاسف ما راح انهي الفيديو بهذا السؤال. في سؤال بعده والكل ينتظره، وهو نبي سالفه الحاجب. تعمدت اني اخلي هذا السؤال في الاخير لان الجواب طويل شوي. طبعا اللي ما يدري هذا الحاجب ليش كذا مرفوع، زي ما قلت لكم انا مره من المرات اني تورطت في اليابان مع عصابه وكذا. الان راح اقول لكم بالقصه الكامله. طيب انا وصاحبي قررنا ان نروح اليابان، فشفنا وقت مناسب كذا واجازه وكذا وحلو مره، حجزنا فندق اسمه هانامورا. طبعا هذا اول ما تدخل طوكيو على يدك اليمين، بعدين يسار راح تلقى دوار الرامن يسار معه على طول تلقى. فما ادري انا ليش اشرح لكم مكان، لكن للي يبغى يروح يعني. بس طبعا زي ما انتم عارفين بعد سفره طويله وكذا قررنا انه ننام نريح شويه، فانا نمت وصاحب برضو نام. انا مشكلتي اني ما انام مره واحده، يعني ممكن انام اصحى بعد ساعتين اشوف كذا بس يعني ايش الوضع وارجع انام كذا يعني نظامي. فنمت طبعا، صحيت كذا شويه رجعت نمت، صحيت كذا ما حصلت صاحبي، ايش اللي صاير؟ بعدين رجعت نمت، بعدين صحيت حصلت صاحبي موجود، فقلت ممكن حلم يعني. طبعا بعدها رحنا لمكان الانمي، انتم عارفين مكان رهيب مره في كل حاجة عن الانمي، يعني رحنا شفنا اتاك اون تايتن، شفنا ناروتو، شفنا ون بيس، وكنا سبون ساكيو داي كوريشيماس، شفنا اشياء يعني رهيبة مرة. المهم وبعدها روحنا نمنا زي ما قلت لكم، لكن انا مشكلتي اني اصحى. فنمت صحيت برضو رجعت نمت صحيت ما حصلت صاحبي، رجعت نمت قمت حصلت صاحبي، ايش اللي صاير؟ ليه يكون حلم تكرر مرتين؟ هذه مستحيلة، لكن يلا مشيها. المهم رحنا فليناها وكذا، واليوم الثالث هذا رجعت نمت، صحيت رجعت نمت ما حصلت صاحبي يوم صحيت. قلت لا مستحيل هذا الشيء يتكرر، هذا الشيء مستحيل يتكرر، كيف يعني 3 مرات؟ لازم اعرف صاحبي فين يروح. رجعت نمت قلت خل امه اليوم الرابع بس وبعدين يصير خير. المهم انه رحنا فليناه وكل حاجه، ويوم رجعت نمت صحيت ما شفته. فهنا انا بديت اراقب واخذت الاغراض كلها اللي احتاجها، اخذت المسدس احتياط بس كذا يعني لو صار شيء ولا شيء، وكان اراقب صاحبي. شفته يلبس لبس غريب، ايش ذا؟ ليه يكون مسوي لي فيها بطل خارق في اليابان هنا مدري ايش؟ لا سوي في السعوديه، لا تورطنا في عند الاجانب. بس اني ما كلمته، قلت لا انتظر خلني اشوف ايش اللي صاير بالضبط. بعدين جلست اراقبه وامشي وراه لكن اتخفى يعني ما يشوفني. المهم اني شفته بعدين قابل 4 من هذول الاربعة ركز اللي هم دير ديفل وجيسيكا جونز ولوك كيج وايرون فيست. ايش يسوي مع المدافعين ديفندرز؟ ايش يسوي بالضبط يعني صاحبي محمد تمسه ايش يسوي؟ فقلت لازم احلل واعرف ايش اللي صاير، فجبت كلمة ديفندرز حذفت الاس اللي حق الجمع وعندنا ثنتين اي مكررة، فقلت لو اعتبرنا ان الكلمة هذه مسألة رياضية راح تنجبر الاثنين وتحذف، فيوم ما نحذفها كل حاجة وضحك معانا. عندنا 5 حروف يعني المدافعين ما هم 4 اصلا هم 5 وصاحب 1 منهم. قلت لازم اكمل اراقبهم واشوف فين راح يروحوا. طبعا راحوا معك شكلهم كانوا يتجسسون على واحد وطلبوا وجبة كان نفسي فيها مرة، لكن قلت ما ابغى اكشف التخفي حقي، فايش اسوي ايش اسوي؟ لازم اخذ لي وجبة، لكن قررت اني اصبر عشان التجسس بس ما ابغى تنكشف هويتي. كان اشوفهم ياكلون هذيك الوجبات الرهيبة، لكن كل اللي علي اني اصبر. طبعا بعدها لاحظت انهم جالسين يراقبون واحد، فاتوقع انه هذا واحد من اصابة الهاند او اليد،
جالسين يراقبونه لا ايرون فيست يحاول انه يهزمهم، فاتوقع انهم هم يبون يساعدونه عشان يهزمهم. بعد هذا الشرير جلس يطالع لهم، فاتوقع انهم انكشفوا. ايش راح يسوون؟ ايش راح تسوون؟ تخيلوا ايش سووا؟ سحبوا على خويي، خويي مسك ضربه حتى نام. هذولك الابطال الخارقين، بس ابطال خارقين مسوين على الكاميرا، لكن يا رب سحبوا على خويي عيال. طيب ايش اسوي؟ انا لازم انقذ خويي. ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ الا كذا فجاه اسمع صوت من وراي واحد مسكني. حاولت اقول له اوي اوي ايش انت مطي، لكن ما في، ضربني في راسي حتى دخت على طول. حتى لو احلق الان على الصفر راح تشوفون ان في حفره هنا من ضربه، ضربني بالمسدس كذا. ف صوت هذا تعرف اللي لما يجيك كف من ابوك، هذا نفس الشيء. المهم انه صحيت في زي المكان كذا فاضي، وصاحبي في الجهه الثانيه مربط على كرسي وانا برضو مربط. فايش اسوي؟ في مجموعه ناس كذا شكلهم راح يقتلون صاحبي، انا لازم اتصرف، انا مربط. لكن الحمد لله اني اتعلمت الكونفو، فسويت كذا وفكيت يدي، لكن ما وريتهم كذا على طول عشان ما انجلد، فسويت نفسي كاني مربط. طبعا بعدها زي ما قلت لكم اني انا متعلم الكونفو، جو تقربوا مني خمسه بضربه واحده قطت النمر كذا، الخمسه كلهم طاحوا. كيف هزمتهم بضربه واحده في ثانيه واحده؟ ما ادري، انا ما ادري، انت ما تدري، صاحبي ما يدري، حتى المدافعين ما يدرون ايش اللي صار بالضبط. لكن هذه زي ما يقول لك غريزه الانسان للعيش. المهم اني جلست اهزم الاعداء بقبضات النمر المتواصله. باقي له واحد بس ظهر عندي، هو الماستر حقهم، جراند ماستر، مع سيف. فايش اسوي؟ قدام مباشره وانا هنا وصاحبي في الجهه الثانيه، فايش اسوي؟ لازم ننطلق كذا مع بعض زي الافلام ونجلد بعض. طبعا انا جريت الي على طول وانقز واجري، لكن الجري هذه ما تنفع، لازم احول جريت ناروتو واجري كذا، لكن اشوفه ما توجه الي، سحب علي وراح لصاحبي. لا ما راح اخليك تسوي حاجه في صاحبي، واحول كذا واجري كذا واجري وانقز واجري واطلب كذا، وفي اللحظه الاخيره خلاص راح يوصل لصاحبي وانا ادف في صاحبي وانقز كذا ودف، والسيف جنب من هنا زي ما انتم شايفين هذا اللي صار. لكن القصه الى الان مكتمله. طبعا بعدها جلست اشوفه بنظرات كذا، قلت لازم احزمه. ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ تذكرت اني انا اصلا في البدايه اخذت مسدس اشوف كذا اللي هو في جيبي، ما اخذه، اشيله كذا، طخ مات على طول. طبعا بعدها قلت لصاحبي هيا نطلع من هنا، قال لي معلش يا بندر اني انا ما قلت لك من البدايه، لكن الى الان عندي عمل لازم اسويه واكمل ما. انا اسف لكن انت لازم ترجع السعوديه لحالك. قلت له لا بس انا ابغى اجي معك. قال لي لا يا بندر ما عليك راح تكفل بالامر. قلت له زي ما ذحين انجلت، ما عليك راح تكفل بالامر. قلت له اوكي. فقلت له طيب سحبوا عليك هذول؟ قالوا لا هم سحبوا علي، عندهم استراتيجيه، لهم راح يرجعون بعدين، لكن انت ما شاء الله عليك يعني رهيب مره وكذا. قلت له خلاص اوكي يلا بالتوفيق، انا راح ارجع السعوديه الان رحلتي، وان شاء الله اني الحق عليها واعطيها جريه ناروتو كذا. طبعا وانا طالع حصلت اللي هو المدافعين جايين. قلت لهم ليش سحبتم على خويي؟ قالوا لا ما سحبنا، احنا دحين جايين المفروض ننقذه. قلت لهم اوكي يلا اي خدمه لكم. قال الله يحفظك مع السلامه، يلا مع السلامه، واعطي جريه ناروتو عشان المطار. طبعا والحق المطار، لكن للاسف الرحله راحت علي. ايش اسوي؟ لازم ارجع السعوديه، خلاص انا اكتفيت من هذا. الا حصل ذا فلاش موجود في المطار. قلت له هلا والله، كيف الحال؟ اخبار علوم؟ اخبار علوم؟ اخبار الشباب؟ علوم؟ اخبار؟ اخبار علوم؟ اخبار؟ والله تمام الحمد لله، اخبار اخبار علوم اخبار. المهم قلت له ايش معك؟ انا قال لي والله انت عارف انا يعني دائما انقذ البلده وكذا، ف طفران والله، وقلت اجي المطار اوصل اي واحد ب 20 ريال كذا اخذ لي حق العشاء يعني. قلت له اوكي حلو، ابغاك توصلني السعوديه، بس حتى ما كملت كلمه السعوديه وصلني على طول. قلت له تفضل 20 ريال. قال لي يلا هي خدمه لك. قلت له الله يحفظك مع السلامه. طبعا بعدها راح وانا روحت البيت، للاسف يعني عالجت الجرح لكن الشعر بعدها بدا يطلع هنا، وخلاص يعني انقذت خويي وتوقعت ان كل حاجه انتهت. صراحه ما توقعت ان اللي حصل لي في اليابان هذا كان ولا حاجه، اللي صار بعدها حاجه ما توقعتها مره. البورتال اللي انفتح لعالمنا وشخصيات من الالعاب حاولت تقتلني، يعني بصراحه شيء ابدا ما توقعته، لكن هذه قصه ثانيه في وقت ثاني. السلام عليكم.
السؤال اللي بعده من محمد يقول قول خرا خرا.